الخسارة، شفت المباراة ازاي؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على الفوز وعلى الخسارة. هي بالآخر هي يعني ماتش، وهي بطولة يعني ودية عشان تعرف الناس بين بعضها. كويس الحمد لله يعني، وإن شاء الله الجاي أحسن. بس الحمد لله يعني. احنا لعبنا والفرق صدنا كانت حلوة كويسة، واحنا اجتهدنا وحاولنا على المكسب، كنا نازلين على المكسب. والله احنا كنا ماسكين الماتش من أول، والفرق التانية كانت أصلا ملعبها كويس، بس احنا إن شاء الله الفترة الجاية هنعمل يعني إن شاء الله أحسن من الماتش ده. احنا غلطنا في كذا غلطه كده بسبب الدفاع. المباراه كانت صعبه، وان احنا كنا اصلا خسرانين ومتاخرين، وعوضنا في الشوط الثاني. في اخر الشوط الثاني الحمد لله جبنا هدفين ورا بعض، وقدرنا نفوز الحمد لله. طبعا النهارده انتوا شرفونا في اول يوم هنا في نادي اتحاد حنان للبلد، فنرجو ان شاء الله ان نكون معرفه خير. وانا شايف ان بصراحه ربنا فكره جميله جدا. المباراه كانت مميزه جدا، كان فرق اللي قصادنا كانت كويسه جدا، كان في عندهم كذا عنصر كويس، بس الحمد لله كان التوفيق عندنا الحمد لله، وربنا كرمنا وحققنا الفوز. المباراه كانت صعبه، كنا خسرانين كمان 1-0، بس الحمد لله احنا معانا ناس رجاله. الحمد لله على كل شيء. الشوط الاولاني احنا متقدمين 1-0، بس هو الدروب بتاع الماتش بقى ضربه جزاء، والجون الثاني غلطه من السيرد باك عندنا. فالحمد لله، الف مبروك لفريق المولين. والحمد لله الحمد لله يعني، الجون والاسيست دول بفضل زملائي وتعب ان شاء الله. واحنا جايين مش ننافس على البطوله، احنا جايين ناخد البطوله باذن الله. اللعيبه بتاعتي الشوط الاولاني كان المستوى مش كان هو ده المنتظر، بس الشوط الثاني بين الشوطين اتكلمنا وقلنا احنا عايزين نعمل كده، وغيرنا حاجه في الخطه، وربنا كرمنا الشوط الثاني. الحمد لله والشكر لله، ولو كملنا زي ما احنا هناخد البطوله. هدفنا ناخد البطوله. انا عايز اقول لك ان احنا النهارده عندنا 11 لعيب فيهم 6 مصابين، 11 لعيب مش موجودين معنا، بس الحمد لله بفضل الله اكاديميه المقاولين موجوده هنا عشان تاخد البطوله. اهدي الفوز للكباتن، بس ما حصلش نصيب والحظ ما حالفناش. لعبنا الشوط الثاني احسن، ان شاء الله اللي جاي احسن، الحمد لله على المكسب. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده معانا النهارده من برنامج دنيا الاحتراف. بما ان طبعا وعدناكم ان الموسم ده هيكون مختلف كتير عن الموسم اللي فات، النهارده اسم فقرتنا سر النجاح. بنقدم فيها كل شخص طموح عارف يحقق حلمه، عارف يحقق طموحه. بس قبل ما نعرف سر النجاح، برحب برحاب معايا. ازيك يا رشا، عامله ايه؟ اهلا بك يا رحاب. ان شاء الله تكون حلقه مميزه جدا النهارده. شفنا طبعا تقرير قبل ما نبدا الحلقه عن دوري اكاديميات موهبتك، كان تقرير للاعيبه. طبعا انتوا عارفين برنامجنا بيغطي الاكاديميات، كان تقرير للاعيبه في دوري موهبتك. قبل ما نبدا لقائنا، نحب بس ندي نبذه عن ضيفنا الموجود معنا النهارده. ضيفنا هو المهندس سعد محمد سعد. سعد محمد سعد مواليد 1980، نشا في منطقه دار السلام. بدأ مهنته في ورشة لصناعة الألمونيوم، بعدها تخصص في صناعة شطر الحصير، مجال الشيش حصير. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. عايزين نعرف بس كده نبذة مختصرة عن حضرتك وتكلمنا أكتر. أنا حضرتك بدأت حياتي العملية من الصفر. كنت في الورشة سنة 90، كنت تقريبا في الإعدادية، وتعلمت في ورشة عندنا في دار السلام الألمونيوم. ولما دخلت الورشة دي كان فيها شيش حصيرة، كانوا بيصنعوه خشب وبعد كده بي في سي وبعد كده ألمونيوم. فخدت الفكرة، وفضل الله سنة 97 كنت صاحب أصغر ورشة في دار السلام، 2 متر في 3 متر. وبعد كده بدأت أتطور، كل ما يجيلي شغل أكتر أفتح أكتر. ربنا رزقني بمهندس اسمه أحمد حمدي، حاليا هو في أمريكا، ربنا يجيبه بالسلامة، وقف جنبي وساعدني وكان بيجيب لي الشغل، وبدات انتشر. وطبعا الحمد لله بالمصداقيه والامانه مع العميل بدا يبقى ليا اسم وصيت وسمعه طيبه. بدا ان انا اعمل اخش عند حد اعمل عنده شغلانه، ده يجيب لي ده وده يجيب لي ده وده يجيب لي ده، لحد الحمد لله الوقت احنا شغالين. يعني اشتغلت عند اشهر ناس في البلد من سنه 97 لحد الان بفضل الله. اول قريه دخلتها يعتبر سيدي كرير وداليا والفردوس ومراقيه، وبعد كده دخلت على مارينا وسيشيل وهاي سيندا، التلاتة هاي سيندا ومراسي، ودخلت ألمازة، دخلت كرة الساحل من سيدي كرير لحد الكيلو 30 ألمازة.
تمام. طبعا كلنا طبعا لما يكون عندنا نجاحات وطموحات بتبقى في محطات كده بنقف عندها بتبقى مهمه في حياتنا. تمام. عايز اعرف ايه المحطه اللي كانت مهمه في حياتك وقفت عندها؟ المحطه اللي وقفت عندها في حياتي اول محطه اللي هي ان انا زي ما قلت لحضرتك بدات من الصفر، وطبعا بدات اول حاجه شغلي، اول شغل ليا كان في المقطم وهو لسه بيطلع. بعد كده عرفت المهندس احمد حمدي وبدات بقى رحت الليك فيو وتوسعت في التجمع الخامس وفي 6 اكتوبر. تمام. طبعا رحاب عندها اسئله كتير عايزين نعرفها من حضرتك، اتفضلي. طبعا انا برحب بجمهور البرنامج، مساء الخير عليكم وحشتوني. فعلا يا رشا برضو احنا عايزين مش بنهتم باحتراف الكره فقط، لا طبعا احنا عايزين نعرف المشاهدين ان احنا الاحتراف بشكل كبير جدا، بمعنى اللي بكل واحد مختلف او في مجاله هو بيبقى محترف. طبعا سواء الرياضه او الاقتصاد او الاجتماع، والنهارده طبعا معانا محترف ومتخصص في مجاله وهيكون ضيفنا في الفقره النهارده ان شاء الله. معانا ومشرفنا في الاستديو المهندس استاذ سعد محمد سعد. كتر الف خيرك. فطبعا رئيس مجلس اداره ويعني حاجات كتيره مش عارفه يعني ارحب انا كان بيك كان ما شاء الله يعني الحمد لله والشكر ده كان هدفي كله في حياتي ان انا يبقى ليا فعلا اسم في البلد الجميله بتاعتنا دي، لان انا سافرت دول كتير ما لقيتش نفسي الا في بلدي. ما شاء الله. طبعا يعني انت ما تروحش بقى تستورد بره دلوقتي، اللي بره بيجوا هنا جوه مصر. لا لا لا، اهم حاجه بكل فخر صنع في مصر. اكيد طبعا انا بكل فخر صنع في مصر. طبعا انا مش عارفه ايه قصه سعد محمد سعد وايه هي قصه المهندس سعد محمد سعد، ده غير طبعا يعني بالتاكيد من البدايه، وايه ازاي جات لك الفكره اللي انت تفكر فيها؟ انا عايزه اعرف هي جات لك ازاي. والله انا حضرتك زي ما قلت لحضرتك في بدايه البرنامج، انا الاول بدات بورشه صغيره، وبعد كده المصداقيه زي ما قلت لحضرتك مع الامانه جدا في الشغل مع الناس والمواعيد المظبوطه عملت سعد محمد سعد، وخلتني اسم سعد محمد سعد صاحب شركه السعد شطر. وطبعا اهم حاجه الامانه 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 طبعا اكيد وعلى حضرتك. فدلوقتي الحمد لله ربنا وفقني، كنت دايما بسعى ان انا يبقى ليا اسم لامع، شغل كتير، مكتب كبير، مش مهم، ما كنتش اهم حاجه عندي الفلوس. مين اللي كان واقف جنبك وفي ظهرك وبيساعدك وبيشجعك ان انت تعمل حاجه زي دي؟ طبعا الله يرحمه والدي والست الفاضله والدتي، لان انا كنت الاول في بدايه حياتي طبعا كنت ببتدي شغل من الساعه 7 8 الصبح لحد الساعة 2 بالليل، كانت رجلي دي بتورم اطلع تحطني المخدات وتحط رجلي على المخدات. أيوة. لحد ما اقوم تاني الصبح وادور حضرتك، وبقول لك لكل مجتهد النصيب. طبعا اكيد. طب انا عندي سؤال بقى فضولي شويه. اتفضلي. اشمعنى بالذات يعني الصناعه دي اللي حبيتها؟ يعني بالرغم في صناعات كتير يعني دي حاسه انها نادره شويه. اول صنعه دخلتها وكان الباشمهندس بتاعي محببني فيها، يعني انا لما دخلت صبي ما كانش بيعاملني ان انا صبي، كان بفكري وذكائي كان بيعاملني ان انا كبير. ما كانش بيعاملني ان انا صبي، كان تعالى يا سعد اعمل، تعالى يا سعد ودي، روح يا سعد هات لي من الخزنه، روح يا سعد حاسب الزبون. فعلا هو في حد ممكن يحببنا في المهنه وحد ممكن يكرهنا فيها، فيبقى عامل اساسي. بالظبط بالظبط. فهو كان المهندس بتاعنا كان راجل محترم وكان بيحببني في المجال، وطبعا الحمد لله والشكر لله رغم صعوبات كتير جدا 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 اللهم لك الحمد والشكر، بعد فضل ربنا، بعد اي حد فضل ربنا الاول. تخطيتها ازاي الصعوبات دي؟ الصعوبات دي بقت ما بنامش لحد الان وانا صاحب شركه، ما بنامش ما شاء الله لحد الوقت ما بنامش، فكري في دماغي على طول، دماغي شغاله ما بنامش على طول. فكري في الشغل على طول، مين اللي استلم، مين اللي ركب الشغل النهارده، مين اللي هيركب، خناقات كل يوم مع الفنيين اللي عندي عشان الزبون ما يستعجلناش، ما نتاخرش عليه، بنشتغل في اجود خامه، اجود منتج، وده اهم حاجه اللي انا جاي اتكلم عليه النهارده، اجود خامه واجود منتج، لان المنتج والخامه عليهم عامل رئيسي جدا. ما انت مش عايزينك تسرقنا، لان في اسئله كتير جدا. طب اتفضلي. لا احنا قاعدين معاك الصبح. اتفضلي اتفضلي. احنا طبعا سمعنا يعني ما شاء الله عليكي، يعني امسك الخشب، احنا طبعا سمعنا ان انت بتهتمي كمان بالانشطه الرياضيه، فعاوزينك تحكي لنا ايه حكايه بطولة موهبتك دي؟ بطولة موهبتك دي بطولة جميلة جدا، لما شباب جميلة جدا هي البطولة دي انشأت في يعني السنة دي، هي معمولة في المعادي، فحبيت اشارك فيها ما شاء الله. واخدة بال حضرتك؟ لقيت ان هو الموضوع شيق جدا جدا. انا عندي مديرة المكتب اسمها ايات محمد. أيوة. سعيد. دي يعني مشاركة في الحاجات ديت، فقالت لي ما نشوف البطولة دي جميلة وبتاع ونشترك فيها وبتاع. فاشتركنا فيها لان الموضوع فعلا
موضوع جميل ووقت لطيف يعني طبعا. حتى الواحد ايه موضوع موهبتك بيخرج الواحد شويه عن الشغل حتى شويه اه الاطفال بتلعب عن الشغل كتير. لا وشكلهم جميل جدا في الملعب يعني حاجه غير الكبار يعني بالظبط 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 بالظبط. نرجع تاني بقى لشيش الحصيره. تمام. عايز اعرف المهنه دي في يعني بتدي فيها مجهود جامد يعني صعبه طبعا فيها مجهود. المهنه دي اساسا لو حضرتك هي المهنه دي دلوقتي اتطورت وبقت سهله عن الاول. كانت الاول فعلا المهنه دي صعبه صعبه جدا. ان النجار يعمل لنا بوكس خشب واحنا نروح نحط كان المجاري الحديد حاجات زمان كلها بدائيه واخده بال حضرتك. وكان الشيش حصيره بيفتح ازازه الشمسيه وبيقفل وكان طبعا زمان كنا بنكسر. طبعا حضرتك لو دخلت على الفيسبوك هتلاقيني وانا فيديوهات من زمان وصور ابيض واسود وانا بكسر في الحيطه عشان ابيت الشريط. كان لسه الموتور ده ما طلعش كان لسه ما سمعناش عنه. كلها حاجات النهارده الصنايعي سنه ونص لك انا صنايعي شيش وبيبيع للزبون الحاجه اللي مش هتنفع. فاحنا بنقول للشعب المصري او الحد اللي بيستخدم الشيش حصيره قبل ما تسال المتر بكام اعرف انت هتركب ايه. دي ضروري قوي ضروري قوي لان النهارده كل اللي شغال هو بقاله سنه ونص سنتين طبعا ما عندوش الخبره والمهنة. الشغله دي ليها ناسها برضو يعني ليها مهندسينها ومعلمينها اللي احنا نحترمهم بكل فخر وبكل فخر وتقدير. أكيد. الناس أكيد. اللي هم عمامنا في الصنعه. أكيد. بس طبعا النهارده الصنعه لمت والزبون اهم حاجه عنده المتر بكام. اه يكلمني اقول له اعرف حضرتك هتركب ايه. ما المتر بكام النهارده بقى ده على ده على ده مصري على صيني على مش عارف ايه. فالقصه فيها لخبطه جامده. فاحنا عايزين نوصل للجمهور عشان بعد كده لما بتاخد حاجه خامه مميزه ما بترجعلهاش تاني. استاذ محمد معلش بقى يا اوشه بقى احنا اتفضلي يا رحاله احنا عايزين بصي بنحلق على بعض عايزين نعرف كل حاجه بس الوقت عندنا ضيق فعايزين نسال على قد ما نقدر. انا عايزه اعرف بس هل صناعه الشيش الحصيره هل بتبقى فيها صعوبيه او انت في حد هجمك او اكيد طبعا عشان توصل بالاسم ده؟ عايز اقول لحضرتك الشجره المثمره بتتحدف بالطوب. دي حقيقي يعني حقيقي. انا اخر مهندس ماسك معاه شغلانه هو كان مصنعه هنا في برواش وكان قال لي تعالى اعمل لي شغلانه وعايزها في نفس اليوم. ففعلا بالفعل هو اسمه الباشمهندس اشرف عبد العظيم بالفعل انا وديت له الشغلانه في نفس اليوم. فلما رحت قعدت معاه عشان احاسبه قال لي ده فلان قال لي ان انت يعني لسه جديد في الشغلانه وبتاع. قلت له يا باشمهندس انا عندي صور وانا شغال بنفسي الشغله دي انا صنايعي فيها مش متعلمتهاش جديد. يعني انا في الالمونيا صبي من سنه 90 كنت صاحب ورشه سنه 97 كانت الناس بتدور على بتوع الشيش حصيره دول هم فين مكانهم. بس اصلا هم يعني هم ليهم لونين بس انا عايزه اعرف انت اخترعت الالوان دي ازاي. يعني هو كان بيج وابيض. والله انا اول حاجه جات لي قريه في دهب. قريه في دهب كان جابها لي باشمهندس كده وقال لي انا عايزها ابيض في ازرق. دي عندي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك في اول ورشه خدتها. ولما رحت دهنت الالومنيوم بالفوم لان هو كله معتقد لحد فتره قريبه قوي ان هم دخلوا الالوان تدهن. اما كل الناس في مصر بفضل الله بفضل الله ما كانش عارف يلونوا فين كان بيكلمني ويبعت لي الشفرات الحصيره وانا الونها له بنفس اللون اللي هو عايزه. ما شاء الله. وعامل القريه اللي في دهب دي والله بقى لها بتاع حوالي 13 سنه. انا بشوف كمان يا رشا. طب احنا عايزين ما انت قعدتي تقولي يا رشا فانا سايباكي بقى انت تاخدي راحتك خالص. لا انا بقى يعني انا بسالك. حاليا احنا شيش حصيره بالرش ابيض واحمر وعلم مصر. طيب ما ده اللي انا بتكلم. واحنا نازلين معرض وندريكس واحنا ان شاء الله نازلين معرض وندريكس من يوم 27 ليوم 29 شركه سعد شطر نازلين معرض وندريكس للباب والشباك بامر الله. وعاملين الالوان دي كلها وعاملين فيها علم مصر والنسر مصر في قلبنا. طبعا لازم نحط طبعا عايزين نصيحه بقى صغيره كده. أيوة. لصناع اللي لسه صغيرين يعني تديهم نصيحه. الصناع اللي لسه صغيرين اقول له صدقني مش بالفلوس. الامانه والصدق في العمل احسن من الفلوس. والدقه في العمل كمان. والدقه يعني. وركب للناس الحاجه اللي تراضي ضميرك قدام ربنا. البركه في القليل. انا من يوم ما اشتغلت والله ما بصيت للفلوس وصلت اللي انا فيه. عرفنا ان حضرتك انت بتهتم بالانشطه والمواهب الرياضيه. تمام. عايزين نعرف شويه يعني بتدعم ازاي المواهب الرياضيه. يعني المواهب الرياضيه طبعا بندعمها يعني مادي ومعنوي وكل شيء. هو عرفنا حضرتك بتحب الرياضه شويه. فعارفين انت بتدعم كتير المواهب الرياضيه. طبعا يعني كابتن محمد صلاح بنقعد نستناه في كل حته عشان ماتشه الجميل.
وكان قبل منه الكابتن محمد ابو تريكه ونحبها الكوره يعني. طبعا هو الحقيقة الكره بصراحه ان احنا الكره المصريه مشوقه فقرتنا خلصت واحنا ما لحقناش والله نكمل باقي الاسئله يا رشا قبل ما هنخرج فاصل. اتفضلي. عايزاك بس قبل ما نختم تعمل لنا حاجه بقى لجمهورنا تبع البرنامج بتاعنا علشان يهتموا تخفيض للي هيخش على الصفحه بتاعتنا والبرنامج بتاعنا في اليوتيوب، اعمل لهم تخفيض لينا احنا بس ان شاء الله بامر الله بامر الله. اول 50 متصل 50%. ما شاء الله. لا 50 متصل. يلا يا رشا. يلا يا رشا. طب يلا اتنين حجزوا خلاص. هنينا هنينا. طبعا احنا بنقدم بس حاجه بسيطه من البرنامج لحضرتك قبل ما نختم. كتر الف خير. دي حاجه بسيطه طبعا من البرنامج. كتر الف خير. واحنا سعداء جدا والله بوجودك معانا النهارده، ولازم تنورنا في حلقه جديده عشان نكمل باقي المعلومات اللي احنا ما عرفناش نعرفها. بامر الله بامر الله. شكرا لحضرتك. اعزائي المشاهدين انتظرونا بعد الفاصل.